السلام عليكم. السلام عليكم، كيف الحال؟ أتمنى أنكم تكونوا بخير. أنا طبعا في واحد من أغرب القبائل في العالم، يعني دي قبيلة اسمها مرسي، وطبعا في أثيوبيا في أحد الغابات الأثيوبية. وأتمنى أنكم تشاركوا الفيديو دي، وشاركوا الفيديو في كل مكان زي ما أنتم تقدروا عليه. وطبعا يعني اليوم يا دابك وصلنا اليوم في القبائل دي، وطبعا اتمنى انكم يعجبكم. وطبعا دي انا طبعا الان وصلت، وطبعا الناس اللي عندهم شلاليفهم الكبار اللي بحط فيها اللي بيقولوا عليه دي شنو الشيء الدوار الكبيره طبعا وكذا. وطبعا وطبعا شوف الوشم ده، يعني وشم كبير كبير، وطبعا وشم صعبة جدا. وطبعا هنا برضو شوفوا عندهم أوشام، يعني الناس متوشمين بطريقة غريبة جدا جدا، بطريقة غريبة جدا. هي طبعا بيت ودي كمان طبعا دي الأمهم، دي طبعا أمهم، وطبعا في هاي طبعا ما بتحب الكاميرات. وطبعا في موحدين طبعا عاملين في شلاليفهم اسمه ده بيقول عليه ده، لكن في واحدين كان في اذنينهم. وطبعا دي واحد من الاغرب القبائل في العالم، وطبعا دي في احد الغابات الاثيوبية. يعني طبعا من جينا في الحته دي حصلنا عليها، يعني طبعا بطريقه صعبه جدا جدا. ودي طبعا الطريقه اللي هم بيعملوا بياكلوا فيها، ودي طبعا اذا بعمل فيها اكل، طبعا عندهم هنا. ودي طبعا درجة طبعا ديل الرجال قاعدين بعمله في بيت، وطبعا ده محل بتاعت الرجال، يعني طبعا هم بيقودوا هنا، هم طبعا بيقودوا هنا دايما يو هير يا هم الرجال طبعا هم بيقودوا هنا. هم طبعا دايما بيكونوا يعني طرف، يعني ما بيقودوا مع النساوين، والنساوين بيتجهوا هم باتجاه الثاني. وطبعا دي بيوتهم، وده بيتهم، ده بيت يعني بتاع أسرة كاملة، بس ممكن تشاركوا الفيديو، وطبعا دي البيت، يعني دي البيوت، عرفتوا كيف؟ دي البيوت. وطبعا هم كلها أسرة صغيرة، يعني أسرة ما كبيرة. وطبعا هم ودي طبعا المأكولات، الزرع بيعملوا فيها الزرع. ودي طبعا طريق معيشتهم، طبعا طريقة جدا. هي دي كمان هي بتعمل، ايوه شايفين كده، انا بدي اكل تاي كس كس ايه توري كس كس طبعا دي الطريقة. دي ايه يا لو شايفين شلوفة، يعني طبعا مبروم هي ما اخذت فيها الشيء الكبير. هو انا كبات اكلها على ودي كده طبعا دي طريقة يعني بعملوا فيها دقيق فين. ودي كمان هاي اكلي طبعا معناته السلام عليكم، سلامنا اكلي. وطبعا دي المحل الاول اللي احنا كده. وطبعا هم شويه كده، يعني اسره بسيطه. وانا هنا طبعا حتى كان الصباح كان فيها مشاكل، يعني كان فيها مشاكل بلدهم طبعا، مشاكل اللي مدوره في 24 ساعه، لكن يعني احنا اول ناس يجوا في عام 2020 قبل نهايه 2020. طبعا قبل كده برضو الناس في سياح كده كان بيجوا، ولكن هسه ما في ناس بيجوا. أيو كم هي كم يس يو كم هي يا
How are you? How are you? Good? Yes, nice. دي برضه بتعمل في الدقيق، يعني بتعمل في دقيق بتطحن. واو، شوف الطريقة اللي بتطحن فيها. وطبعا دي سيمة من سمات الجمال، يعني واحد لما تكون شلوفة يعني محرومة في عندها، يكون عندها دايرة. You come here. هم طبعا بيتكلموا يعني بفهموا شوية لأنه عشان ايوه عشان السياح، السياح طبعا بيجوا بيتكلموا معاهم هنا. هاي 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 ايوه باي 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 نو باي باي نو باي نو باي باي يس ايوه سلام. ايوه طبعا الناس طيبين شديد، وناس يعني ناس انت لما تيجي عندهم يعني بيرحبوا بك بكل بكل يعني يعني بكل الطرق. يعني لما كان وصلنا في الطريق بعيد طبعا مما واحدين كده عرفونا، عرفوا عننا وطوال هنا ترحبوا بينا، وكمان شنو جابونا لغايه هنا. وطبعا دي طبعا واحده هي جميله، يعني مما عندها في الشلوفات شيء كبير زي دي، شيء كبير زي دي معناتها هي واحده من الجميلات. يعني هي بيدفع لها يعني ابغار كثيره، يعني شفت كيف؟ ايوه طبعا انا ماشي اتجاه الثاني. وطبعا هي كلها اسره، وطبعا هي اسره دي ما بتتكاثر زي الناس الثانيين، يعني زي باقي القبائل، لان هي عندهم حروبات، يعني الرجال بيموتوا والناس بيموتوا كثير، وكل مره بيتحولوا. وحتى الايام ايام المرض دي طبعا فيها مشاكل عندهم مع بعض. وعشان كده الان هسي احنا وصلنا عندهم. اوكي طبعا الان دارين نشوفوا كيف بيعملوا يعني بولعوا النار. طبعا هنا ما عندهم اسواق ولا عندهم محل بيمشوا بيعملوا فيها يعني بالسوق، يعني هنا ما عندهم سوق نهائي، يعني بلدهم دي ما فيها سوق ولا شيء. ما في اسواق، يعني الا حتى الملابس اللي عندهم ده بعت من الناس في الشارع بقوموا بدوهم وكده، يعني ذات حصلناهم بطريقه صعبه. وحتى الان يعني الدار يولع نار، دار يولع نار بطريقتهم هم. هو طبعا دار يولع نار بطريقه زي دي، والان هسه يعني بنتفرج الى ما يولع نار. يعني بس من فضلكم بس شاركوا الفيديو، شاركوا الفيديو في يعني في اقرب محل، في صفحتك، في كل مكان، عشان يساعدنا بس. شكرا. وبنستنوا الى ما يعني يجهز، يعني ده حطبه، يعني هو سننه بطريقه سنينه شديد كده. ايوه هو سن مسنن. وطبعا دي طريقه الوشم، دي طبعا طريقه يعني جمال. يعني هو طبعا عندهم عادات، يعني انت لما الانسان لما دار تكون راجل، يعني دار يعني انت لما تكون خلاص اصبحت راجل تعمل اوشام دي، تعمل الاوشام دي. وعندهم لعبه كده دقه يعني بتضاربوا مع So that's how human life start my friend. Okay. Yeah, during a fire. Yeah. You just cut the if they get guided by the spirit of human nature. They okay. know how to find a tree yeah. that has the venom to make the fire. The venom to make the fire. Yeah. Okay. Yeah, so and men are always responsible for this kind of you know, and but it's not really seen yeah. from outside, but they know yeah. how to live life okay. in extreme challengeful places. Okay. So women are responsible to make the comfort zone for the men. Yeah. Doing building the house. Yeah. Constructing I can say, because that's a very simple house. Okay. But that's also a very simple way of doing. Mm. But you cannot imagine that that these people have this kind of talent, that knowing how to make fire yeah. By using a specific tree and taking the stick and making this
this fire for the peoples to live here, especially for their society. هم طبعا بعرفوا they are also known very known by knowing that in a specific tree that human beings can use it. اوكي خلاص طبعا شوفوا دي الطريقه اللي بيعمل فيها عكس كده بيفرق يعني طبعا بيفرق في الحطب الى ما يعني يولع نار يعني كيف يعني طبعا في حطب معين كده ده يعني يفرق الى ما ها شوفوا شوفوا بيدخن بجد بيدخن يعني الحطب بيدخن ولع نار ولع سرحته ولع ولع ها ولع نار يا اخي معقوله فيها ريحه هي ريحه كده عجيبه خلاص سبحان الله ايوه look how tired he look on his face And how tired is شفت كيف هو كيف هو تعبان ذات عرق عرقي ايوه شغل بكل قوه بدون نفس طبعا بيشتغلوا شيء بسرعه عشان ما اعرف لكن ثاني عايز يعمل من جديد عشان يولع بطريقه لانه فيها رياح على ما اظن شنو ما اعرف الحطبه شكلها يبتلا جبت إيوان أبو نجاح أيوة وطبعا عندنا حرس يعني أنا طبعا جايين ب بحرس طبعا دي هي قبيلة يعني الناس بيقولوا عليها من أخطر القبائل لكن وين هي ما خطيرة بس لأن لأنه فيها كان فيهم تحديد لأنه هم ذاته ساكنين في محمى البرية لل الأسبوع أكبر محمى البرية للأسبوع هم ساكنين فيها والحكومة أصلا ما راضي أنه يسكنوا هنا ما راضي أنهم خاصة يسكنوا هنا هم طبعا معقولاتهم كلها بيقتلوا في الحيوانات وبيأكلوا وده دل الحكومة ما راضي عن الكلام دي وعشان كده الحكومة أصلا ما راضي عن الكلام ده وما عايزهم يعني ما عايزهم يسكنوا هنا دائما عندهم مشاكل يعني قبل سنه يعني قالوا قتلوا عنهم يعني آلاف عشان فقط يطلعوا يعني يطلعوا من المحله عشان يخلوا طبعا حسي جهز العشب وطبعا مشى هناك يجيب شيء ثاني يعني طبعا شفتوا البيت والبيت بيت وفي نفس الوقت وقود هو بيت وقود يعني شفته يعني قاعد بيطلع من بيته يعني شفته وشال بيته كله فرغ بيته كله العشب بيته كله فرغه وطبعا سكي طبعا وأيوة وطبعا يشيل من بيته ويجيب هنا ويولع النار شفت كيف طريقه كده يعني بيفرق فيها some seconds when it's firing okay okay طبعا to record the voice okay المره دي انا طبعا فقط نتفرج كيف يولع النار
شين كيف؟ خلاص ولع النار يعني ولع النار. شايفينه كيف؟ ولع النار خلاص. ولع النار بس. صراحة أنا شاركوا الفيديو من فضلكم عشان تدعمونا يا أخي. خلاص النار كبير خلاص. واو شفتوا كيف؟ انت ببرو ما فيني انا ببرد. ارسلنا واتعلم كوكولي. شفتوا كيف؟ ولع النار خلاص. ولع النار. طبعا هي ما عملت شلاليف لعنها. طبعا الزمن دي يتغير شوي يعني. في بعض النساء يعني برفضوا بعملوا الاشياء التقليدية في شلوف اللي بيعملوا اشياء الدايره الكبيره دي. وطبعا كده يعني هذه واحده ما عملها فقط في اذنينا. ايوه بقى عرف ودي النار ودي النار. ثانكس يا ثانكس 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 فيري ماتش ثانكس بس السوفينير فور يو. اوه ثانكس يا يو تو سترونج مان. Let me take a photo with you. Sir, man, ante. Ane. Gergera. Gergera. His name is Gergera. His name is Gergera. Yeah. Gergera. 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 Al-Hatab. It's Gergera. Our hero. Yes. I can tell you. He's the most strongest man I've ever seen. Ah. Ajit. Al-Hatab-an. Salat. Tanshif. Nashifu. بتنشف نشفه و يمين ياخذوا فيها ودي النساء وطبعا كده كمان نو قرقرة قرقرة جود قرقرة 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 Yes. Yes. Gerger. Gerger. طبعا. في سوريا طبعا مصنفين يعني من أخطر القبائل. يعني من أخطر قبائل هم يعني السوبيا هي مصنفة كده. لكن لما أنت تجي عنه تجي عندهم يعني ناس عاديين ناس عاديين بس شوية كده عندهم عاداتهم وتقاليدهم مختلفة. وكمان عايشين في الغابات عايشين في الغابات طبعا. وما عندهم أي كونتاكت مع باقي البشر. هاي. What's your name? Sunang. Sim. Sim. What's his name? Sarayana. Simano. Simano. Yes. Ano yung kanya?
Barki. Barki. Okay. Oh, why you do did this? Dunga gizeno? Dunga. For the beauty of the marriage that they used to have the stick fight. Yeah. So this is the dunga. This is the dunga. Yeah. So this. Nah. دي دونغا يعني طبعا دي الاوشام دي نيم كول دونغا الاوشام during the stick fight you need to be such an awesome man okay by having this to attract the ladies and the elders people to choose you for the day as a best fighter and a man who can marry so before that as a young man you have to show and practice that before that day come for you so this is how you make yourself strong enough for the day especially that they call it the special day that is once in a lifetime that they call it dunga dunga yeah the ceremony طبعا دي, دي طبعا that allows the man by that stick fight that allows the man to marry in this tribe of mursi طبعا دي عصايه دي العصايه دي طبعا بيسموها الدنكا العصايه دي طبعا دنكا قبل العصايه دي هو طبعا يعني ده اسمه ال يعني بتشاكل يعني لازم يمشي يضرب وطبعا عشان يثبت انه اصبح راجل واصبح راجل للزواج وطبعا دي كمان اوشام دي الاوشام دي طبعا يعني فقط للجمال عشان يقدر يجذب البنات عشان يقدروا لانه يجيوا يس ايوه شفتوا كيف شفتوا كيف ده كله اوشام ده عشان الجمال بس عشان البنات يقدروا يعني يقبلوا عنه هو طبعا جميل وكذا يعني راجل شجاع يعني كذا ودي كذا شفتوا كيف هي البنات يعني في ناس كتار بيتعبوا بيعملوا اشياء يعني مجنونه عشان بس يصبح انه يصبح يعني مقبولين عن في البنات للبنات يعني ايوه وات هيز نيم مانو سمانو سمانو باركيو اياس باركيو هو طبعا اسمه باركيو و سو باركيو از فيتشر باركيو فيتشر هيرو اوليدي اوليغدي هو طبعا اسمه اوليغدي يو دونت هاف لايك ذس يلم طبعا ايوه هو برضه ينجو Who else don't have a scarification, a beauty scarification in a Mursi tribe? Everyone. Yeah, everyone. Some have more, but it doesn't matter. In this tribe, if you're brave enough, you can practice a lot of scarification on your body. But that is never easy at all. Yeah. And being with this, like one of the most, scarificated tribe in Omobali. طبعا كده. Photo 100 yeah hey no da ga chico no hey jibil tabil ya salam jibil ghalat ya chico no ya salam chico no hey di umma ara ati ne siro di umma taban ya salam ayo di umma دي برضه موشمة دي في صدرة موشمة في صدرة وفي خشمة طبعا في الشلوفة لازم تعمل كده عشان دي واحد من أوسام الجمال يعني صعبة جدا لكن الآن ماشي يتغير أنه ال 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 البنات الصغار والجنريشن الجديد طبعا ما بيعملوا الاشياء دي اكثرهم اغلبيتهم ما بيعملوا حسي لو شايفين هنا البنات الصغار يا دوب الصغار دي ما قاعدين بيعملوا الا في الاذنين وطبعا اتغير شويه لانه معلمه جدا وكمان ما مريح بالنسبه لهم طبعا دي شيء قديمه بالنسبه للبنات الصغار القايمه الان وطبعا ماشي يتغير شوي ايوه ماشي يتغير شوي اتمنى انه يتغير بتاتا لانه دي واحد من العادات يعني من اسوأ العادات عادات وتقاليد طبعا انا ما بشجع من اشياء او شام زي دي لانه يعني صعب جدا ك يكونوا متوشمين ايوه يا سلام وطبعا هم طبعا محددين بالانقراض زي ما بقولوا عليهم هم طبعا ما عندهم مستشفيات حسي المكان اللي احنا قاعدين فيه عادي ما يكونوا اكثر من يعني 10 بيت يعني 10 15 بيت فقط يعني ما اكثر يعني هم هنا ناس بساط وفي اتجاه ثاني هم طبعا يعني
يعني متقسمين متقسمين وما يعني يبنوا البيت زي دي يكونوا قاعدين كده فجأة كده بس يوم يجي طوال يقوم يرحلوا، لأنه بعد ما يجي يعني رسالة زي ما بيقولوا عليهم عندهم إنسان كده ده في عندهم شخص، عندهم شخص كده بيقول لهم يا أخي الآن حان الوقت للرحيل، يعني يقول لهم خلاص ده وقت يعني نرحلوا من هنا ونمشي محل تاني، يعني طبعا بطريقة عبادتهم لأنه يعني يقول لهم نتجه كده يعني بس اللهم يتجه اتجاه أي اتجاه وبعدين أي اتجاه وبعدين يقولوا عليهم يا أخي يمشي يقرروا في أي محل ويسكنوا فيها. وطبعا دي وهم طبعا دي طبعا دي طبعا طريقة الرحاغة بيرحقوا فيها بيرحقوا فيها الدقيق، يعني طبعا بيعمل الدقيق من هنا. وطبعا دي الزرع دي الزرع يعني دي الزرع دي الزرع اللي بيطحنوا الزرع ايوه ايوه سلام نو طبعا شايفين هي طبعا ما عندها اي نوع من اوشام الصعبه بتاعت الشفايف طبعا شيء عادي طبعا دي كده دي واحدة إنسان عادية ما عندها حتى وشم كتير، يعني إنسان عادية يعني ما مندمجة زي ما بقول عليه ما مندمجة في المجتمع زي الناس زي التانين الأوشام كتيرة والشلاليف مقدودة. وطبعا شيء عادي يعني طبعا الآن ماشي يتغير شوية ما كان زي زمانك، والآن هم ذات أصبحوا متقسمين يعني بساط، يعني ممكن تشاركوا الفيديو من فضلكم. دي طبعا دي محل زراعتهم، دي مكان زراعتهم اللي بيزرعوا فيها، دي زراعتهم اللي بيزرعوا فيها اللي بقول عليه ده المايس البوب كورن، دي ذاتها هي اسمها ما عارف بالضبط كده بالعربي الفشار هنا المزرعة بتاعت زي الفشار دي في افريقيا، دي في افريقيا في وسط القابات طبعا. محل دي ما معروف اصلا، يعني احنا لينا زمن عشان نصل المحل دي، حتى محل مقطوع اصلا. ولكن الشيء العجيب لانه في 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 اثيوبيا في كل مكان في الخابات تخش في اي مكان فيها الشبكه متوفره في كل مكان. دي الحاجه الجميله جدا. اي تي 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 يكوت اكلي يا سلام كيف بتعمل في المرهقه ايوه انتوا احمد الناس اللي عايشين في النعم وعندهم كهرباء عندهم سيارات وعندهم كل شيء، وبعد ده يعني شاكين يعني بيشتكوا من مشاكل الحياه، ناس هنا عايشين ولا بعرفوا الكهرباء ولا بعرف عن اي شيء، وبعد الناس حامدين وكمان مبسوطين بطريقتهم يعني عارفين كيف يعني ما، وبعد ما شاكين حتى في بعض القبائل حصلنا عليهم وسألنا عليهم ليه انتم ما عايزين يعني تندمجوا مع المجتمع، قال يا اخي يعني احنا عاجبنا كده، عاجبنا ده حياتنا وعاداتنا وتقاليدنا ويعني احنا محافظين بها، وكمان العايز يجي يتفرج عننا يجي يتفرج عننا بس كده ما اكثر.
خلوني هوب. ودي طبعا دي البيت. دي خلوني. البيت كده. شايفين كده؟ وابتدي اقول له انا. دي دي زرع. ايوه. طبعا. وطبعا هينتهي اللايف قريب ان شاء الله. واشوفكم في الفيديوهات. ايوه كمان اتمنى انكم يعجبكم وكمان يا اخي كمان شاركوا الفيديو واتمنى يعجبكم وطبعا في الفيديوهات العاديه بينزل قريب ان شاء الله بس انا حبيت بس حبيت كده بس اعمل شنو اعمل فيديو يعني بس لايف انا طبعا ما بعمل في العاده ما بعمل لايف ولكن بس اليوم يعني حبيت انه بشارككم بس فقط شيء طبيعي كده يعني على الهواء طاير يعني شيء على الهواء طاير وحبيت اشارككم فيها وان شاء الله اتمنى انه يعجبكم وكمان الفيديو بينزل طبعا بشرح اكثر وكمان بطريقه افضل وده طبعا الجايد ده طبعا الجايد Welcome to Ethiopia. Ayuh, thank you. And brother. To Isho Omo Valley too. I wait you here anytime. Come on. Just be here with me. Yeah, thank you. Maso mama, okay, come on. Maso. Waha. Ah, mago. Iso makuana. Okay. Agari. Waha. Buzu buzu. Alle swagat. Nangani jaga ni yung abunyo. Da taban. واحد من شيوخهم. Yeah, واحد من شيوخ. Ugusa. Ugusa. Ah. Ellen. طبعا بيتكلم لغتهم شويه هو ده الجايد بتاعنا يعني طبعا المترجم از ذا تشيف اوف ذا فيليج ايوه ده طبعا هو الانسان اللي بيقولوا عليه ده المسؤول شويه سيمانو ايوه ده كمان كوردا كوردا هيز نيم از كوردا كوردا اسمه كوردا وده طبعا الحرس ايوه ده الحرس ده الحرس انا طبعا لازم عشان نيجي في المحل ده لازم نشيله حرس ومترجم وكمان يعني ناخذ كل يعني اخذنا الحرس ومترجم وطبعا يعني طريق شاقه جدا ووصلنا لغايه المحل ايوه نو بلاي ويز ذيس اتس فيري دينجر دينجر يس دينجر بو بو نو جود بو بو نو جود يا سلام يا اخي ايوه ده الجايد طبعا اي انسان جاي اثيوبيا لو وصل اثيوبيا في اتجاه الجنوب يعني يلقى الانسان ده في يعني انت لو اي مكان عايز تزور هو ده بيساعدك طبعا وطبعا تسلموا كثير وشكرا لكم وكمان اشوفكم في الفيديوهات يعني طبعا اللايف ده اصلا ما بعمل ولكن دي اول مره اعملها لايف وكمان اتمنى انه يعجبكم وكمان اتعاملوا بالمشاركه والاعجاب وكمان اتفاعل ان شاء الله يعجبكم وكمان اشوفكم مره جايه تشاو ثانك يو